سلام، اسمي نويا عزيزة، جيت هون على اني واقفة مع الدكتورة نزهة العرش، بانها دكتورة جبرناها ما جبرنا فيها مور الخير والاحسان، ومرا موثوقة وقابضة عملها بالجيد، وكي تعرفوا هون كانها منطقة فيها مستشفى الحسن الثاني، صراحة لا علاقة مع المدن الاخرى. احنا هون نعانوا من قلة العناية بالصحة، لا دكاترة لا مسؤولين يتكلموا عن المنطقة، المستشفيات ما فيهم عناية ولا فيهم أي شيء، لا يتقد جي الطب تجبروا أي لحظة رجاج مريض جاء ما يجبر فيه عناية، مستعجلات إذا جيت ما تجبر فيه شيء، دوك هو إذا جيت لأنك مريض لا تقبض ميعاد، لا يعطوه لك شهر شهرين ثلاثة، يعني ما صراحة احنا نعانوا هون في منطقتنا ومتكلمين هذا موصلين لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، المسؤولين راهم ما معدلين شي، هون واحد ما يدق ولده شوكة يرتفع لأكبر مستشفى في الداخل وفي أكبر عيادات، ولا تعدل الفيزا ويقيس لاس بالما، احنا هون نعانوا من شيء ينقال له قلة الصحة في المستشفيات هون، للأسف أنها منطقة معروفة وتجيها الناس سايحة، وما إن شاء الله يالتا تعود هي أحسن شيء ينقال لها وادي الذهب، وهذا والسلام. احنا ما ندوروا نزهة العرش تتعرض لأي أذى في هذا المستشفى، لأنها تكلمت عنه صراحة كارثة. كارثة بالنسبة للمستشفى الحسن الثاني، ما خارج حد ما يعرف عنه، كارثة ما يقد حد يجيه من مريض يعاني بأي مرض، وهذا والسلام. السلام عليكم، أنا معكم رقية الموري، بغيت نشير واحد النقطة ديال لي ماتيريال تيطلبوا منك تشري لي ماتيريال وانت كاع ما عندك حتى باش تشري الدواء، وكضطري باش تشري دوك لي ماتيريال وتتخسري فلوس تمشي تسلفي كاع لا قدر الله، ورغم ذلك في الاخر ما تيلبسوهمش لك، تيهبطوك الغرفة ديال العمليات كيما ولدتك امك، وهذيك اللبسه ما كتسلميهاش. حاليا انا عندي مريض في الدار مهرس طاح على باب ديال الاوزين وتهرس، وشرينا عليه شي جوج المليون ديال الماتيريال منه الصباط، ومنه الصباط اللي خرج من تما ما لبس لا الكسوة لا ذاك الماتيريال كامل اللي تشرى له، اقسم بالله ما تعطالو، وخصك ثاني تشري ليه ماتيريال باش منين يمشي عاوتاني نحيد الحديد خاصو عاوتاني ماتيريال اخر باش يهبطو البلوك، ورغم ذلك ما كيتستعملش هذا الماتيريال، وكاينين الناس اللي ما فحالهمش باش يشريو ذاك الماتيريال، ما عنده حتى باش يشري الدواء وتيفرضوا عليه يشريو ماتيريال، وكون كان غير كيستعملو ولا كون تيلبسو ذاك الكسوة بحال مثلا الكسوة كتشريها بزبالة الفلوس، وهو تيفرض عليك اش من باغافاغ ماشي منين تشري، راه ماشي تيقول لك سيري شري من بلاصة بغيتي، تيفرض عليك منين تشري، واش عندهم يد مع دوك لي باغافاغ ماشي ولا ما نعرف، المهم هو تيفرض منك انت ما تمشيش تشري منين بغيتي باش شي حد يتصاوب معاك ولا كيعرفك ولا كتمشي تشري منين بغاو هما، وفي الاخر هذاك الماتيريال راه ما تستعملوش، وهذا الشيء راه عيب وعار كما تيقولوا نيت هاد الناس، وهانزها هادي راه غير سبب باش هاد الشيء كامل يتفضح، راه حشومه وعيب وعار قسما بالله الا حشومه عليهم. والحمد لله السيد هذا السيد الدكتور دار لنا العمليه بلا طمع بلا والو، والله عمرها دار، والعمليات خرجت بخير وعلى خير، والناس كلهم تيشكروه، والناس كلهم تيشكروه، ما كانش شي واحد اللي ما دار ليه العمليه وتيشكروه. هاد السيد الله عمرها دار، ما خصش يخرج من الدخله، خصنا بغينا هي الدكتوره واقفه مع العيالات واقفه معاهم، كلشي العيالات تيبغيها، والدكتور حتى وكل الناس تيشكروه، كاملين اللي دار لهم العمليه راه تيشكروه، راه الله عمرها دار هذا السيد، ما خصش يقول الدكتور طارق الله عمرها دار، والدكتوره الله عمرها دار، كلهم هاد الناس راه الناس الدكتوره الدكاتير اختصاصيين بالمعقول. الحمد لله ما تيطمعوا لا طمع لا والو في هاد الناس، في هاد السيد هذا الله عمرها دار هاد الناس، هذا هو اللي تنشكر في الدخله، الله يجزيهم بخير. السلام عليكم ورحمه الله، العرايبي مختاره رئيسه جمعيه البراءه للمراه والتنميه الدامجه، جيت اليوم مناصره هذا الشعب وجايه معاه واقفه على حساب هذه الدكتوره اللي تستاهل حد يوقف معاها، وتستاهل الحقيقه هي وجوزها بهم اللي دكاتره الشعب، ودكاتره منين يجي حد لا هي يجبرهم، وبالنسبه لطب الحسن الثاني لا مشاو هما عنه مش زار اصلا كان ولا يزيد كاع حتى ولا يعود حد فيه الفائده، ما كتبوا به وطيروه، منين يعود حد دكتور الشعب وجابر الشعب وجابر فايدته وجابر الصحق بنته وقنته ينحاز عليه ونكتب عليه وعيط للجمعيات ويزيد.
يصنوا يصنوا يعيط لهم قال لهم تعالوا صنوا معانا صنوا معانا علاش ياك نطيروا الدكتور باللي فيه الفائده كيف هذا هذا راهم لا ما تفقرش وعيطوا للجمعيات ما يصنوا بايديهم وكرعيهم نحن اليوم واقفين كجمعيات منين عيطنا لألف جمعيه في الداخل باش تصني معانا وتبقى معانا على حسابنا جا العرش ما جبرنا منها ندعي عنها ما هو 30 جمعيه ولا كاع ما هي لاحقتنا والشعب جاي هذو كامل يتراعوا فيهم هون ذوك الجمعيات الانسانيين ومعاهم بعض من الشعب ومعاهم الساكنه كامله واقفه معاهم سواء اللي حضر وسواء اللي حضر وحنا معاهم في السراء والدراء وطالبين مولانا ينصرهم على من عداهم واقفين معاهم وقفه الحق وطالبين لهم التوفيق ان شاء الله من عند المولى ما هو من عند العبد والسلام عليكم ورحمه الله. بغينا نشوفوك احنا مراد عندنا ولا بغينا نشوفوك ضروري يا دكتور السبيطار ما بقى فيه حد صافي راه تسد ما في حد يعني خاصنا نمشيو نسافروا باش نمشيو للدوام الا ما جبرناك خلص لنا طريقه هنا نجبروك فيها الشيء. السلام عليكم ورحمة الله، نجاة العريبي فاعلة جمعوية، جينا اليوم باش نعرضوا هذه السيدة نزهة العرش، لأن احنا ولاد الشعب ومع الشعب، ولا غارب إلا الله، وحد كامل مع الحق ينصر مولانا، الله يوفقنا ويوفقهم إن شاء الله. السلام عليكم، سويلم بعمود المنسق العام للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام. تأتي هذه الخطوة النضالية وهذه الخطوة التضامنية تزامنا مع امتثال الدكتورة نزهة العرش أمام المجلس التأديبي. قد قلنا سابق أمام المديرية الجهوية للصحة بالداخل، نقول مرة أخرى أننا نجدد دائما تضامننا مع الأطر الطبية التي تتعرض للمضايقات والتنكيل بمستشفى الحسن الثاني بالداخل. كما نذكر أن الوقفة جاءت بناء على طلب توجه به المرصد سابقا لكل الفعاليات التي تمتلك ضميرا حي بجهه الداخل والذهب من اجل الوقوف والتآزر في هذه الوقفه التضامنيه. نحن اليوم في ثاني وقفه من بعد الوقفه الاولى التي قمنا بها امام المستشفى الحسن الثاني والتي وجهنا من خلالها مجموعه من الرسائل، بما في ذلك قلنا انه ان لم تتراجع المديريه الجهويه للصحه بالداخل عن هذه القرارات الارتجاليه والتي حقيقه نعتبرها صبيانيه في الوقت الذي تحتاج فيه الداخل الى تضافر الجهود خصوصا في قطاع الصحة من أجل تجاوز مرحلة، وكما يعلم الجميع أننا مررنا بمرحلة صعبة كما مرت جميع بلدان العالم والمغرب، ووجب علينا أن نحترم الأطر الطبية لأن لها مكانة خاصة في قلوبنا، إضافة على الأطر التعليمية وإضافة على الأطر الأمنية اللي هم حقيقة كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة كورونا. ولا يمكن من بعد ما ارتفع عنا الضرر أنه يبدأ تصفية حسابات بهذا النوع اللي نحن في أمس الحاجة على أننا نمد لهم يدنا ونعرفوا بأنهم هم العمود الرئيسي لبناء الدولة اللي هم هذو الأطر الثلاثة، لأنهم واحد الوقت اللي نحن كنا راقدين في واحد الوقت اللي كنا نحن مستراحين هم من كان يواجه الفيروس وكانوا في الصفوف الأمامية، ونرفع شارة دائما التحدي ودائما شارة التضامن مع جميع المنكولين في هذا الوطن، ونقول بأنه لا يمكن العيش إن لم تكن هناك كرامة. وتحية نضالية لجميع الأطر الطبية.